اليوم قصتنا عن الخيول الأحوجية اللي داست في صدر الإمام الحسين، وبما أنه الاسم مالتها متميز فلابد أنه عندها صفات تتميز عن الخيول. يقول أحد الباحثين، يقول بحثت عن صفات الخيول الأعوجية فلم أجد صفات لها، يقول واستمريت بالبحث إلى أن لقيت كتاب للعالم الألماني بالخيول روبوت. يقول استمريت بالكتاب بالقراءة مالته، يقول ولقيت صفات الخيول الأعوجية، هاي الخيول اللي داست صدر الإمام الحسين سلام الله عليه. شنو صفات هاي الخيول؟ ومن مميزات هاي الخيول انها تمتاز بضخامتها وبكبر رجليها. يعني هاي الخيول كانوا يستخدمونها بالعصور القديمة لتكسير وطحن الاشياء الثقيلة. فهذه الخيول 10 هن الخيول اللي داسن صدر الامام الحسين سلام الله عليه. فانت اضرب 10 حصن داست صدر الامام الحسين، كل احصان عنده 4 رجلين، 4 × 10 = 40، كل رجل من عندها يبلغ الوزن مالتها 65. اضرب 40 × 65، فانت اضرب 40 × 65، العدد راح يساوي 2600 كيلو. تخيلوا يا ناس يا عالم، 2600 كيلو رايحه جايه وتدوس صدر امامنا الحسين سلام الله عليه. من هنا نتذكر احد الخياله لما نحاسبهم المختار الثقفي وقال له شنو جرائمكم بيوم عاشوراء. احد الخياله قال له اقسم بذات الله لما صعدنا ودسنا صدر الحسين، يقول سمعنا صوت الصدر مالت الامام الحسين سلام الله عليه يتكسر كالزجاج. ايوا سيده وامامه ومعصومه، تخيلوا يا ناس يا عالم ان الامام الحسين بعد ما قتلوه وقصوا راسه جابوا الخيول حتى تدوس صدره وتفلش عظامه. الله اكبر، شنو جريمه هذا الامام؟ كل الجريمه مالته انه هو طلع وحكى كلمه حق امام سلطان جائر مثل يزيد بن معاويه.